شنو بغيتي؟ هذه هي مرحبا بك. ها؟ علاش جيتي عندي؟ شنو بغيتي؟ بلاتي بعدا ارتاح شويه من السفر وغادي نحكي لك. ابلات وخرج من داري يا سيدي. شنو بغيتي عندي؟ بغيت نشوفك. انا ما بغاش نشوفك، عطيني غير باتساع. بقى فيا الحال ملي سمعتك جيتي للمغرب وما سولتيش فيا. بلا ما نبقاو نافقوا بعضياتنا، قولي علاش جيتي؟ واش ما تخطيش بيا؟ توحشتك باغي نشوفك. دابا عاد توحشتني من الكذوب. ماريا الله يخليك، واش ما بقيتش فيك؟ شوف ماما، الله يهديك، زعما راه مريضة. خليني عليك انا، هذا ماشي شغلك. الله يهديك. مالك ماما؟ ما باليش، زعما راني بنتك كنعرفك. ندى قلت لك ما باليش، خليني عليك، الله يرضي عليك. خايفة؟ لا رجع نقينا. خايفة ياك؟ شوية. الله يهديك ماما، راه كلشي غادي يدوز بخير. ايه لا صيفطوني تكزر وقول لي كلشي غيدوز بخير. ماما الله يهديك، راه انت غتمشي تعالجي. لا خليوني خليوني نعمة، ماشي شغلكم. ماما متبقاش تقولي هاد الكلام. ندى بغيتي، راني كنخاف من البنج. ماما ما تخافيش. قولي لي واش هذاك الطبيب اللي غيدير لي العمليه مزيان بعدا ياك؟ احسن واحد في المغرب. بغيتي ما يرضي عليك، اللي خدك عليا. ما يخليك ليا ماما. قولي لي زعما ما نقدرش نوخروها واخا واحد السيمانه ولا 10 ايام ولا؟ ماما الله يهديك، خاصك تشجعي. ايوا تشجعيت انت. يلا كيفاش؟ ما فهمتش. مش عرفتي علاش بغيت انا ندير كاع هاد العمليه؟ علاش؟ بغيت نديرها على ود، خايفه على نعمه وما نشوفكش قدامي عروسه بنيتي. تزيدي عندي ان شاء الله ماما. طاهر جيسي ما سمعتكش. ولا الحبيبة، بابا تشم فيقك. الله يخليك ليا. مريم كيف بقيتي؟ شوية عيانة. ما تزيديش لي فيه، مسائل عادية. نوضي لك حاجة ما تاكل؟ لا 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 لا، ما نبغيكش تشقي نهائيا. أنا اللي جيت إلا كنت محتاجة شي حاجة نجيبها. لا لا شكرا. مريم شوفي فيا، عندك تكوني كتحمي على شي حاجة ما كايناش، راه ما عندي من غادي نجيبها. لا غير يكون هاني، غير سير. فين غادي نمشي؟ وانا دابا راني معاك. لا حيت لو بغيت نبقى بوحدي شويه. ولا البيبي بغى يمشي بحالي؟ لا لا غير بغيت نرتاح. واخا على وجه البيبي وعلى وجهك انتي غادي نمشي نخليك. الله يخليك ليا. يلاه تمر صافي. زاده مع راسك؟ ماشي سوقك عادي ما يتسالك. ذكرتي على راسك مزيان. هذيك حياتي، حياتي حتى انا. فهمتي؟ واش ما بغيتش تعطيني ابتساع؟ ما
ما يمكن لياش لأنك عزيزة عليا. أنا راه كنكرهك. ما أديش عليك، هذا غير كلام ديال الحبالة. سبحان الله العظيم، عندك فطرة ديال الأمومة. ماشي شغلك، بعد مني. اسمع لي مزيان، طلق مني راك وعدتيني. قلت لك اسمعي لي مزيان، إلا بغيتي نبعد من طريقك خاصك ديري داكشي كنطلب منك. كتهددني ياك؟ كنهدك وفوتك ليه؟